يقول إذا توفي الشخص وله مال في الضمان هل هو من حق الورثة؟ إذا كان هذا تراجع فيه الضمان، يراجع فيه الضمان ويتبع النظام. فإذا كان الضمان ينتهي بوفاة الشخص وليس له استحقاق فإنه ليس للورثة شيء. أما إذا كان له ضمان متأخر وهو مستحق له في حياته ثم تأخر صرفه ثم مات فهذا حق له وينتقل إلى ورثته. نعم.